بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافية. خامس، اليوم رح نبدأ إن شاء الله بالدرس الخامس اللي هو عنوانه جمع الأعداد العشرية وطرحها. مفهوم الجمع والطرح ليس مفهوم جديد بالنسبة لنا، وخطوات الجمع والطرح أيضا ليس له خطوات جديدة لنا. عشان نجمع أي عددين، سواء كان أعداد صحيحة من أحد عشرات، مئات، ألوف، ملايين إلى آخره، أو نجمع أعداد عشرية ونطرحها لنفس الخطوات، لازم اللي هي يتم بترتيب المنازل تحت بعضها البعض. إذا ما رتبنا المنازل تحت بعضها البعض يا خامس، راح تكون عندنا صعوبة بالحل، ويمكن يعني نوجد أخطاء في الحل. إذا أهم خطوة اللي هي ترتيب المنازل تحت بعضها البعض، بحيث هون إنها الفاصلة العشرية تكون تحت الفاصلة العشرية، الأعداد الصحيحة تحت الأعداد الصحيحة، والمنازل العشرية تحت المنازل العشرية، ومن ثم نضع أصفار في المنازل الفارغة. نبدأ عملية الجمع أو الطرح من اليمين لليسار. راح نأخذ نطبق الخطوات في مثال واحد صفحة 25. عندي الأولى اللي هي 7 صحيح 632 من 1000 زائد 5 صحيح 23 من 1000. راح نرتب المنازل تحت بعضها البعض. 7 صحيح 632 من 1000 زائد 5 صحيح فاصلة تحت الفاصلة و 23 من 1000. نبدأ عملية الجمع من اليمين لليسار. 2 زائد 3 اللي هي 5، 3 زائد 2 5، الناتج تحت اللي هي المنازل اللي بنجمعها وبنطرحها. 6 زائد 0 6.10 تحت الفاصلة العشرية. 7 زائد 5 12. نكتبها كاملة لأنه ما في أعداد على يسارها، لو في أعداد على يسارها نضع باليد 1. أعطاني الناتج 12 صحيح 655 من 1000. ثانية 120 من 1000، 120 عفوا صحيح، و 347 من 1000 زائد فاصلة تحت الفاصلة 101 صحيح، و 478 من 1000. رتبنا المنازل تحت بعضها البعض، فاصلة العشرية تحت الفاصلة العشرية، الأجزاء العشرية تحت الأجزاء العشرية، والعدد الصحيح تحت الأعداد الصحيحة. نبدأ عملية الجمع من اليمين لليسار. 7 زائد 8 15، 5 بيد 1. 4 زائد 7 11، 11 زائد 1 12، 2 بيد 1، ما بنسى أجمع باليد. 3 زائد 4 7 بيد 1 8 فاصلة عشرية تحت الفاصلة العشرية. 0 زائد 1 1، 2 زائد 0 2، 1 زائد 1 2. أعطاني الناتج 221 صحيح و 825 من 1000. رح نأخذ مثال 2 صفحة 26 من الحياة. معطيني أجد عندي هون المثال من الحياة صفحة 26، جسم الإنسان عنوانه يبين الجدول الآتي المجاور كتل بعض أعضاء الجسم، أجد الفرق بين كتلتي الكبد والقلب. معطيني الجدول كتل لي ثلاث أعضاء من الجسم اللي هي الكبد والبنكرياس واللي هو القلب. طالب مني أجد الفرق بين كتلة القلب وكتلة الكبد. الفرق هون، كلمة الفرق تعني يا خامس دائما اللي هي الطرح. دائما لما يطلب مني الفرق بين عددين يعني طرح اللي هي عددين. نشوف مع بعض اللي هي كتلة الكبد. كتلة الكبد 1 صحيح و 68 من 100. بدنا نطرح منها اللي هي كتلة القلب 365 من 1000. 365 من 1000 الطرح، يعني الفرق يعني الطرح. نرتب المنازل تحت بعضها البعض. 1 صحيح و 68 من 100 ناقص فاصلة تحت الفاصلة، جزء صحيح من 0، 3 جزء من 10، 6 جزء من 100، والخمسة جزء من 1000. لكن هون عندي منزل الفارغة على اليمين، الجزء من 1000 ليست موجودة في العدد الأول، نضع صفر. منازل فارغة نضع أصفر، ومن ثم نبدأ عملية الطرح من اليمين لليسار. صفر ناقص 5 لا يجوز، نستلف من 8، 8 تصير 7، الصفر بتصير 10، 10 ناقص 5 5، 7 ناقص 6 1، 6 ناقص 3 3، فاصلة عشرية تحت الفاصلة العشرية، 1 ناقص 0 1، اللي هو راح يكون طرح عادي
كالمعتاد، والجمع أيضا عادي كالمعتاد. أهم إشي اللي هو نرتب المنازل تحت بعضها البعض، فاصلة عشرية تحت الفاصلة العشرية، بيساعدنا على الحل بشكل سريع وعطينا الحل صحيح. لهون يا خامس بكون كملت جميع أفكار الدرس، يعطيكم العافية.